إليوا غوتفرويد نيومباري كان رئيسا لجهاز المخابرات في البلاد قبل إقالته من منصبه في وقت سابق من هذا العام. وأعلن نيومباري عبر محطة إذاعية خاصة يوم الأربعاء أن الرئيس نوكورونيزيزا قد خلع بعد ساعات من مغادرته صوب تنزانيا المجاورة لإجراء محادثات إقليمية، ثم أمر بإغلاق مطار بوغمبورا وحدود البلاد، معلنا أنه حصل على دعم الكثير من المسؤولين في الجيش والشرطة، وتوافر بعد ذلك المئات من الناس إلى الشوارع للاحتفال، بينما نفت الرئاسة البروندية الإعلان وصفة إياه بالانقلاب الخيالي، كما تعهدت بتقديم الجنات إلى العدالة. ومن جانبه قال نيومباري إنه يعمل مع جماعات مدنية وزعماء دينيين وسياسيين على تشكيل حكومة انتقالية. ندعو المجتمع الوطني وخاصة المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي للتعاطف مع الشعب بروندي وبذل كل شيء لمساعدته على التخلص من أيدي الجلاديين الذين قرروا حلاك شعبهم.